لم يغب عنا إنه معنا ينتظر منا نقترب منه فهو المولى نهجه الأعلى نعرف النهل طيبا عنه إنه معنا إنه معنا. فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك. سيكون بيني وبينكم رسائل في لحظة حب. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عندما يتكلم مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن مبايعة مولانا صاحب العصر والزمان أرواح من سواه فداه عن مبايعته بين الركن والمقام، يقول جبرائيل من أمامه وميكائيل من خلفه ويفرح به أهل السماء والأرض والوحش والطير والحيتان في البحار. في بعض الأحاديث لا يخرج مولانا صاحب العصر والزمان حتى يرى في الشمس آية، آية يقولون بأنه يخرج رأس من الشمس وينادي يا أهل العالم قد ظهر ولي الله المهدي الموعود فبايعوه واتبعوه. وتقول الرواية أنه قد يكون جبرائيل، ومن العلامات الأخرى أنه ينكسف القمر في أول الشهر وتنكسف الشمس في نصف الشهر. وفي علم الفلك هذا لا يصير أبدا، وهذه من الآيات الخاصة بمولانا صاحب العصر والزمان. انكسف القمر في الليلة الأولى من شهر رمضان والشمس في نصف الشهر، لم تجري سابقا لا هذه الحالة في القمر لا في الأرض لا في الكون لا في الشمس أبدا. بعد آية أخرى، نعم تطلع الشمس من المغرب، هي بالعادة تشرق من المشرق، هذه المرة تشرق من المغرب، وآيات أخرى كثيرة. وممن قرأ حياة الإمام المهدي وتعلق به وصار يلتقي به كما نقل لنا بعض أساتذتنا في الحوزة العلمية ومن كبار العلماء وفضلاء الحوزة السيد مهدي بحر العلوم، من منا لا يعرف السيد مهدي بحر العلوم؟ السيد مهدي بحر العلوم إذا ذكرتم طويريج وركضة طويريج أول اسم يخطر على البال هو اسم سيد مهدي بحر العلوم. عندما نزع العمامة وركض مع المعزين الطلبة تعجبوا، قالوا سيدنا ما الذي يحدث؟ قال لو رأيتم ما رأيت لفعلتم ما فعلت، هذا مولانا صاحب العصر والزمان يركض مع المعزين، هذا هو سيد مهدي بحر العلوم. خلنا نرجع شوية للخلف، جاء من النجف إلى الحلة، سلم على أعيانها على أشراف المدينة وطلب أن ينزل في بيت كاسب، كاسب صغير ليس من التجار ولا من أصحاب النفوذ، شخص بسيط متواضع. تعجب أعيان المدينة وغضبوا، كيف ترفض أن تنزل في بيوتنا وتذهب إلى بيت هذا الكاسب الصغير؟ تدرون بعض الناس تختر للأسف الشديد إما بمنصبها أو بمالها أو بنفوذها. السيد أصر، قال في بيت الكاسب، في بيت الكاسب. من الكاسب؟ سألوا عنه أحضروه، قال سيدنا أنت طلبت أن تنزل في بيتي؟ قال نعم. تعرفني؟ قال نتكلم فيما بعد، وين بيتك؟ قال في فلان مكان. ذهب السيد مع هذا الكاسب ودخل إلى البيت، طبعا الناس غضبت والسيد جلس معهم. قال أنا أعرفك؟ قال لا. قال كيف عرفت أن اسمك هو كذا وكذا؟ قال لست أدري. قال مولاي صاحب العصر والزمان هو من قال لي. الإمام صاحب العصر والزمان قال سيد أنت تذهب وتنزل في بيت هذا الكاسب، أنا أسألك مو تسألني، لماذا إمام الزمان يطلب مني أن أنزل في بيتك؟ هذا الكاسب ينظر لوجه السيد ويقول موضوع جرى بالأيام السابقة. قال ما هو؟ هل أستطيع أن أعرف؟ قال ابنة عمي طلبت يدها للزواج، كانت مخطوبة لابن خالها فوافقت في ليلة الزواج، قالت
سأقول لك سر، ولكن أرجوك لا تفضحني. تستطيع أن تقتلني أو تطلقني، ولكن أرجوك لا تفضحني. ما الأمر؟ قالت ابن خالي وعدني بالزواج، وواقعا انطيت الأمان فغدر بي. تستر علي؟ قال فكرت. أجابتني مباشرة، تداركت الموضوع، قالت أستر علي والإمام صاحب العصر والزمان يجاسيك. واقعا سكت. سترت عليها، تزوجتها. من ذاك اليوم أنا أسلم على الإمام يسلم علي، أتكلم معه يتكلم معي، وقد أرسلك إلي. هل أستطيع أن أكون مميزا عند إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هل أنت مستعد لتحمل المسؤولية؟ هل أنت مستعد للتضحية؟ تستطيع الآن أن تقرر، أخذ قرار، هل أنت فعلا من أهل التضحية؟ تضحي بوقتك، تضحي بساعات نومك، تضحي ببعض الملذات، تضحي ببعض الأمنيات للوصول إلى درجة الامتياز عند إمام الزمان؟ فكر. هل أنت مستعد للاستفادة من كل لحظات حياتك وثواني أيامك؟ قرر. احنا دائما نسوي تحديث للموبايل، للآيباد، للحاسبة، برنامج جديد نسوي له تحديث، تطوير. دائما اي برنامج، اي ابلكيشن جديد، دائما نحاول نحدث. ما نقبل على الموبايل مالتنا برنامج جديد صار له تقريبا اسبوع في السوق ما موجود على موبايل، واحنا مو متطورين. لازم انا اطور اول باول، كل جديد لازم يوم بيوم، ما اقبل. اسالك بالله، هل فكرت بتطوير نفسك كما تفكر بتطوير موبايلك؟ قررت تطور نفسك يوم بعد يوم؟ اليوم أنا محمد، محمد المعروف عند أبي وأمي وعائلتي، خوالي، عمامي، إذا متزوج عند أهل الزوجة. ولكن ثاني يوم لا، أريد أن أكون محمد اللي يتكلمون عنه في إفريقيا، يتكلمون عنه في فرنسا، يتكلمون عنه في أوروبا، يتكلمون عنه في الدول العربية. بس مو لأنه محمد، لا لا أبدا، محمد العاشق لإمام زمانه. حتى إذا سافر إلى بلد يقولون أخبرنا عن إمام الزمان، إذا وقف في مكان يقولون حدثنا عن إمام الزمان. تستطيع أن تكون لواء للتشيع، أنت علي، محمد، عباس، حسن، حسين، زينب، أخت فاطمة، أختي، أمي، كل من يسمع هذا الصوت. تريد درجة الامتياز، عليك أن تكون قويا لا ضعيفا. إذا قررت أن تسير في خط إمام الزمان ستوجه لك الدنيا صفعات. شوف هذه المقارنة، هذا يوم الولادة وهذا القبر. احنا من يوم الولادة مشاكل 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 مشاكل، كلما تخلصنا من مشكلة سنجد مشكلة بانتظارنا، نتخلص منها تجي الثانية، نتخلص منها تجي الثانية، وهكذا إلى أن نصل إلى قبورنا. بالقبور قد تجد الراحة إذا جاءك أبو عبد الله الحسين وقدم لك شهادة تقدير مكتوب بها أنه كنت مميزا عند ولد المهدي. ولكن يا هل ترى أنا وأنت نستحق هذه شهادة التقدير؟ يعني سيأتي أبو عبد الله الحسين وبيده هذه الورقة مكتوب عليها أنت مميز عند ولد المهدي؟ أسألك بالله، تذكر يوم كان عمرك سنتين وأخذك الوالد إلى المدرسة؟ في هذا اليوم كنت في أوائل أيام حياتك، طبعا هذه أيام الطفولة بالمدرسة، أول الأيام يشعر الطفل بالغربة. في هذا اليوم أنت بكيت، ولكن فجأة بدأت تتأقلم مع الوضع الجديد وتحب الدراسة وتحب الأساتذة وتتعلق بالكتب، وينمو عقلك شيئا فشيئا، وتبدأ بإظهار عبقريتك
أمام الأساتذة، أمام هيئة التعليم، فتبدأ بالترقي من مرحلة إلى مرحلة. قد يعفونك من سنة، هذه السنة إعفاء لأنك متميز، سنرشحك لمسابقة في فلان بلد، سنعطيك شهادة مثلا تستطيع الدخول بها إلى الكلية من دون امتحان. قد يحدث هكذا أمر. ارجع شوي، أول ما دخلت للمدرسة كنت مرتعب. هل فكرت من الذي جاء إليك وجلس معك ومسح على خدودك وقال بابا لا تحزن، بويا لا تخاف، أنا موجود، لا ترتعب. أنا كل يوم أجي أوقف على باب المدرسة وأراقبك، وأي شيء تحتاج قل لي. هذا هو أبو صالح، هذا إمام الزمان. هذا أبو صالح أول ما ولد أبوك إجاله بالمهد وتعرف عليه، وإذا تسأل ببيتك ستقول أنه أبوك كان يضحك في المهد، نايم ويضحك. جرت العادة أنه الناس تقول الملائكة تلاعبه فيضحك، لا عيني. الطفل إلى عمر 4 سنوات يزوره الإمام المهدي كل يوم، يمسح على خديه، يلاطفه بكلمات، يتحنن عليه، لا يتركه وحيدا أبدا، يعني في كل لحظات حياته. ولكن نحن أبعدناه، نحن أبعدناه، ولكن هو قريب صدقوني. قد تكون مميزا بكلمة عند إمام الزمان، قد تكون مميزا بإطلالة، قد تكون مميزا في مسيرة حياتك، قد تكون مميزا في معاملة الزوجة، قد تكون مميزا في احترام الدوام، قد تكون مميزا في تقديم مشروعك على أكمل وجه. 9 ساعات عمل تقوم بوظيفتك على أكمل وجه تستحق امتياز من الإمام المهدي. جارك بالشارع عنده مشاكل، ما يصير تنمر واستهزاء بي حتى أضحك الناس، أسوي بس ألعوبة حتى تضحك عليه الناس. عامله بشكل حسن يعطيك امتياز، وهذا الامتياز إذا حصلته بالدنيا ستراه في القبر بانتظارك، امتياز حسيني مهدوي. والآن وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من برنامجنا المهدوي المبارك إن شاء الله تعالى. إنه معنا، إنه معكم ومعنا دائما وفي كل لحظة وحين. هذه الفقرة مختصة بالرسائل، رسائل الإخوة من مختلف الدول، رسائل أحبوا أن يبعثوها لإمام زمانهم عبر هذه الشاشة الكريمة وعبر هذا البرنامج. إن شاء الله هو يكون بخدمتكم لإيصال صوتكم المهدوي إلى مولاكم. اليوم سنقرأ رسائل جديدة وصلتنا على هذا الرقم الموجود أسفل الشاشة، وأنتم باستطاعتكم أن ترسلوا هم رسائل على هذا الرقم. اليوم سأذكر لكم حسن الساعدي من العراق. حسن يقول للإمام سؤال، يقول له هم يجي يوم وأشوفك، هم يجي يوم وأشوفك، والله صير لك خادم، اشملنا بدعائك يا مولاي واقبلنا يا سيدي يا صاحب الزمان. إن شاء الله تقبل الله طاعتك أخي حسن وجعلك من خدام صاحب العصر والزمان. الأخت زينب من لبنان تقول مشكلتنا أننا نبكي الإمام ونعتذر منه، ولكن هل جربنا أن نتغير لأجله، لأجل ظهوره؟ واقعا سؤال مهم من الأخت زينب، سأطرحه على نفسي وأتمنى أن تطرحوه على أنفسكم. سأكرر، هل جربنا أن نتغير لأجله، لأجل ظهوره؟ الجواب عندكم. أم قاسم من السعودية، الأخت أم قاسم تقول يا أبا صالح أنت تعلم ما بداخلي من هموم وأحزان، أدركني يا مولاي. واقعا أرى في كل الرسائل دائما توجه أنه القلوب منكسرة وتحتاج لوليها، تحتاج لإمامها، تحتاج لعطف السادات. الكل
يجتمع على كلمة واحدة، أنه إما أدركني، إما محتاجك، إما أريدك. نحن في أمس الحاجة للإمام صاحب العصر والزمان. نسأل الله بحق فاطمة الزهراء، بحق فاطمة الزهراء، بحق فاطمة الزهراء أن يعجل في ظهوره إن شاء الله تعالى في القريب العاجل. إلى هنا نختم هذه الحلقة المباركة إن شاء الله، على أمل أن نلتقي في حلقات أخرى في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. هذا الرقم الموجود أسفل الشاشة حتى ترسلوا رسائلكم المهدوية عبر الواتساب، وإن شاء الله سنكون في خدمتكم ونقرأ الرسائل في البرنامج. وإذا أحببتم أن تكتبوا اسمكم أو رمز مهدوي أو ما أدري جنابكم بعد كنية بخدمتكم. دائما تذكروا إنه معنا لم ولن يتركنا أبدا، فهو الحبيب وهو الطبيب وهو الدواء. إنه معنا، يستودعكم الله وأنا خادمكم، أستودعكم الله إلى لقاء آخر. دمتم في رعاية الله، في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.